فلن تعرف على طريقة كيفية حل مشكل نتفليكس لا يعمل، نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل وضغط هنا على نتفليكس خاص بكم، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن نتفليكس خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم نتفليكس. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القناة.